قبل ما نبدأ المقطع يا حبايب، أول شي حطوا لايك واشتركوا بالقناة. ثاني شي، نزلت امبارح مقطع على قناتي الثانية للأسف ما جا وايد دعم، فأتمنى أحط لكم رابط بالوصف، الكل يدخل عليه ويفجر المقطع، مقطع كلش متعب عليك وش خرافي، ساعدوني يا حبايب. وبس يلا نبدأ المقطع. الخبر أول اللي عادنا عن بيسان إسماعيل وقمر مار والتقاهم ويا بعض. التقوا بتركيا، قمر مار نزلت على حسب بالإنستغرام شوت ستوريات باي ستوريات يلتقون بيها ويا بيسان، وبنفس الوقت قاعد يصورون إياهم تيك توكات وأشياء كلش نارية، راح أحط لكم شوية من عادها شوفوها. صراحة حلو كيف، قديش عمرها؟ لا طايته، قديش عمر القمر؟ نعم، قديش عمرك؟ 15 سنة. العمر كله انت تجيب لها حليب نيدو. لو كنت قطة حلوة كنت هبقى أكيد سيامي، لو كنت حي اسكندراني كنت اختار ميامي. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات قلتوا بتحمسين المقاطع اللي حصل بين بيسان وقمر مار. واخر شيء نختم بيه قمر مار هو عن التقاها ويا محمد مار، وهل قاعد يصير مفاوضات انه هي ترجع للفريق من جديد فريق نور مار. ما ادري صراحه، بس محمد مار نزل شويه ستوريات كان بيها قمر مار قاعد من داخل بيته، ومن يثبتون للعالم انه ماكو شيء صاير بيناتهم. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شنو توقعاتكم هذا الموضوع، هل قاعدين يسوون مفاوضات ويا قمر ترجع للفريق او لا. ننتقل حاليا للمتابعين كشفوا من حقيقه غيث مروان والمفاجاه مالتي، الاغلب يقولون انه هي زواج. قبل كم يوم غيث مروان نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات يوضح بها انه اكو شيء خفي هو قاعد يخفي علينا، وقال انه فتره حيقول لنا اياه، وبنفس الوقت قال بس تعرفوا ممكن يصير عليه تهجم او تعصبون، في الاغلب توقع موضوع زواج. فصار هو ينزل بوستات انه هو نوعا ما لابس لبس رسمي، والاغلب قاعد يقول له ان الموضوع راح يكون زواج. ما ادري صراحه من احباب لكم انت تتوقعون فعلا غيث مروان راح يتزوج او لا. نظهر حاليا نور ستار وتهجم المتابعين عليها، في نور ستار نزلت على حسابها بالانستغرام هذا البوست، فكانت كاتبه بيه اشتقت لامريكا. فكلكم انت صار يتهجمون عليها، ايش اللي يتهجمون على ملابسها وش يقول لها ايش مشتاقين للعراق، واللي قاعدين يتهجمون عليها من جمهور نارين بيوتي. فهذه الصوره يا حبايبي قدامكم، اكتبوا لنا بالكومنتات هل تستحق التهجم اللي تعرضت له او لا. واخر شيء نختم بيه نارين بيوتي وردها على موضوع موت القطه مالته جيكيتو. فبعد ما هي اعلنت انه هو مات، بعد كم يوم هواي من اشخاص لاحظوا انه هو بدا يظهر باكثر من فيديو، فاغلب صار الناس يقول عليها كذابه، فهي طلعت وردت على هذا الموضوع. شوف الرد مالتها، قلتكم بتعرفوا انه كان عندي قط ودي هو تشيكيتيتو. تشيكيتيتو كان اول قط بجيبه بحياتي كلها، لانه انا كنت بكره القطط، بس كنت بفتره جدا غريبه وفجاه صرت احب القطط كثير، انبسطنا سوا كثير، اهتميت فيه، بس للاسف تشيكيتيتو مات. ما حبيت احكي بهالموضوع اول ما صار هالشي لانه كنت كتير متأثرة، ولحد اليوم متأثرة، بس ناو يعني فيني اتحكم بحالي اكتر بالحكي، لانه من قبل ما كنت اقدر احكي عن اللي صار. فتوفى سبب هو كان قط كتير يحب يلعب، بحس انه يمكن في قطط بحق لها تكون بمكان اكبر واحلى، فاتوقع اليوم تشيكيتيتو هو بمكان كثير حلو احلى من هون. على كل حال، فخبرتكم بوفاه تشيكيتيتو بعد شهر لانه قدرت اشارككم بهالموضوع، وبعد من كم يوم من الخبر اللي نشرته صرتوا تشوفوا قط بالفيديوهات. صار في اسئله كثيره انه هل نارين كذبت عن وفاته، لانه بدها مثلا تصير الجدل، هل هي قطه ثانيه، هل هي روح. بعد ما مات تشيكيتيتو الله يرحمه ما قدرت اني اكون لحالي، فجبت مو بس قطه، قطتين. فاليوم رح تعرفوا على، جاهزين؟ اوكي. في ايه؟ في ايه؟ بجد في ايه؟ تشيكي و تيتو. هون عنا بنوته اسمها تشيكي، وهون عنا صبي شقي كتير شوفوا شوفوا تيتو. اوكي سو لانه كنا كتير نحبه لتشيكيتيتو، فاول ما توفى اول شي جبنا هاي البنت، بس هاي البنت كانت كتير هادية وكتير تحب انه حدا يعطيها اتنشن، لدرجة انه صار الموضوع مقزز لانه ما قدرت عليها، وانا بنت يعني، فالبنت عبنت مش الحال، فلانه ما قدرت وزعلت عليها انه ما كنت حابة انه تضل لحالها، جبنا لها تيتو واللي هو اكثر صبي شقي بالعالم كلياته، لكن ما بيهدى بالايد، ما بيهدى ما بيهدى. سو بعدين جبنا لها تيتو. وبس والله حبايب، من هنا وصلت لمقطع من عجبكم، لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتشاركوا في زي مقاطع من القصص. مع السلامة. نزلت امبارح مقطع على قناتي الثانية للاسف ما جا وايد دعم، فاتمنى احط لكم رابط بالوصف، الكل يدخل عليه ويفجر المقطع، مقطع كلش متعب عليك وش خرافي، ساعدوني يا حبايب. وبس.